حنا اللي جينا اليوم باش نعطيو الاستماره ديالنا للاستاذه لالا نزهة ان شاء الله، حيت حنا مع التعليم الحضوري، التعليم عن بعد ما كنكونوش كنستافدوا منه مزيان، بلي باغ ديال التلاميذ ما كيركزوش فيه مزيان، كاين كيخدم لك كاين ما كيخدمش. في التعليم الحضوري غندير حنا تعليم حضوري، ولكن ضروري من احتياطات الكمامه والتعقيم داكشي كان ضروري منه. طيب عن بعد ديال العام اللي فات كان كيف ما قلت لك، كان بلي باغ كان كيقرا كاين ما كيقراش، ماشي كاع العائلات عندهم متوفره عندهم الاليات باش يخدموا، ما كاينش كلشي عنده الواي فاي عنده البيسي، ماشي كلشي زعما عنده باش يخدم القرايه عن بعد، كاين اللي متوفره عنده قرا، ما كاين متوفرش عنده ما قراهاش. ومن الاحسن التعليم الحضوري حيت كيكون قدام الاستاذ كتكون مركز اكثر من انت مركز التعليم الحضوري. التعليم عن بعد عمرنا الطلبيه باش نقراو حضوري، حيت القرايه حضوريه احسن من عن بعد. في الدار كنركزوا مع الاستاذ، كنتبعوا شنو كيقول لنا الاستاذ، ماشي بحال ملي كنقراو في الدار كنبقاو مليين مع هادي مليين مع هادي. من الاحسن القرايه عن بعد، من الاحسن القرايه حضوريه احسن من القرايه عن بعد بالنسبه لي انا. المشاكل يعني كاين بعض المواد ما قريناهمش، بعض المواد قريناهم، بعض المواد مثلا المات ولا شي حاجه ما كناش كنفهموه مزيان بحال هكا، ولكن يعني وكان شي مثلا في البوادي والناس ما عندهمش الاليات باش يقراو عن بعد. اليوم جيت باش ناخذ استماره الطلب الاستفاده من التعليم الحضوري، والمؤسسه التعليميه يعني بوبليك ماشي خصوصيه، في مؤسسه لالا نزهة. جيت باش نعمل الوثائق اللي غادي يخصوني باش نتسجل في الموسم الدراسي السنه الاولى من التعليم الثانوي. وبالنسبه لي انا الراي ديالي ان التعليم الحضوري هو غيكون افضل ب 100 مره من التعليم عن بعد، لان التعليم عن بعد كاين اللي ما متوفرينش عنده الظروف باش يقدر يقرا، كاين اللي ما عندوش واي في بي سي وشحال من حاجه اخرى. يعني انا بعدا في بلاصه كتلميذه انا غادي نختار التعليم الحضوري باش نكون اون ديريكت افيك الاساتذه، غادي نكونوا كنفهموا مزيان، غادي يشرحوا لينا مزيان، سورتو الامتحانات لي زيكزامان غادي يكونوا واجدين لهم. من بعد ما عرفنا ان المدرسه تحلات وبدا التسجيل المدرسي، جينا المدرسه نشوفوا مع من غنقراو وشحال من حاجه، صافي من هنا الاستماره اللي عطاونا بالنسبه للتعليم الحضوري، حيت عطاونا اختيار ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد. حنا اختارينا التعليم الحضوري حيت التعليم عن بعد ما كاينه لا قرايه لا حتى شي حاجه. هي الصراحه الاساتذه داروا معنا مجهود كبير، قرينا صراحه، ولكن بعد الاساتذه ما تمكنوش من التواصل مع التلاميذ ديالهم، عندنا كان عندنا بزاف ديال المشاكل بالنسبه للانترنت بالنسبه شحال من حاجه. انا اختاريت التعليم الحضوري لانه ما يمكن لي ما عندناش الامكانيات باش غادي نديروا التعليم عن بعد. كيف ما تشوفوا انه خاص التعليم عن بعد خاصو الواي فاي، خاصو البيسي، خاصو التليفون، بزاف الامكانيات، وكاين شي عائلات ما عندهمش الامكانيات باش دير التعليم عن بعد. داكشي علاش انا كاين بزاف ديال العائلات تبلوكا لهم التليفون بسبب غير هاد المجموعات اللي دايرين في الواتساب، وبزاف والمحادثات غير ملي كتدخلي للجروب كتلقاي هضره غير خاويه، ما كيقولوا حتى شي حاجه بعلاقه ليها بالقرايه. يعني التعليم عن بعد ما غاديش نستافدوا منه بزاف. التعليم الحضوري بعدا غنكونوا اون كونتاكت مع الاساتذه ديالنا، ما غاديش غادي نديروا حنا التباعد ديالنا ضروري، نديروا البروتوكول الصحي ديالنا غادي نتبعوه ويكون الخير.